كمان النهارده يعني معانا في الترجمه الدكتور عمرو محب. دكتور عمرو محب من الشخصيات المحترمه جدا، كمان له دور كبير داخل الفريق سواء في الترجمه للجهاز الفني وكمان ايضا للاعبين. وبالنسبه كمان الدكتور عمرو محب يعني محاضر في الاتحاد الدوري، فما شاء الله حاجه واجهه مشرفه جدا للنادي الاهلي. وبنبارك لك برضه يا دكتور عمرو على الثلاثيه، وكان حضرتك برضه ليك دور كبير مهم في الثلاثيه. متشكر جدا، ميرسي يا فندم سعيد. عايزين نتكلم عن مستوى محمد الشناوي. محمد الشناوي لعب دور مهم جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا، في بطوله الدوري، وايضا كمان في بطوله كاس مصر. هنتكلم باستفاضه عن مستوى حراس مرمى النادي الاهلي، لكن تعالوا نروح مع بعض نشوف التقرير ده الاول عن مستر ميشيل يانكوني مدرب حراس مرمى الاهلي. حين انتهت العلاقة التعاقدية ما بين السويسري ريني فايلر المدير الفني السابق والأهلي، كان هناك شخص في جهازه الفني محل ثقة من مسؤولي النادي وجماهيره، وطلب الجميع ببقائه. وحين عرضت لجنة التخطيط على ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول، لم يفكر للحظة واختار البقاء بعد أن ارتبط بشكل وثيق مع النادي وجماهيره. يانكون الذي تشعر وللوهلة الأولى أنه يعيش هنا في قلعة الجزيرة منذ سنوات وعقود، تراه سعيدا دوما مرتبطا بالنادي والجماهير. طور أداء حراس مرمى الفريق، وكان محمد الشناوي سببا وعنصرا أساسيا في بطولات الأهلي الأخيرة. عمل يانكون مدربا لحراس المرمى نيمس فيدي المجري في الفترة من عام 1995 حتى عام 1997، ثم مع فريق مونز البلجيكي من عام 2003 حتى 2009، ثم انتقل المدرب البلجيكي لنادي رويال شارلروا البلجيكي في الفترة من عام 2009 حتى عام 2019، قبل أن ينضم في يوليو من ذات العام لفريق توبيز البلجيكي لمدة شهر ونصف قبل التوصل لفسخ العقد والانضمام لجهاز فايلر الذي تعاقد معه الأهلي. كانت خطوة جديدة نسبيا في الأهلي أن يكون هناك مدرب لحراس المرمى أجنبي، ولكن ترقب الجميع التجربة التي نجحت بصورة باهرة، وبات يانكون كلمة السر في الفريق الأحمر، لدرجة أن الجماهير وإدارة الكرة تعول عليه الكثير في تطوير حراس مرمى الفريق الأول وتصعيد ناشئين آخرين. يانكون معنا ليكشف أسرار تألق الشناوي وحكايات الثلاثية التاريخية وسر بقائه في الأهلي.